احنا بعد ال 40 45 كيلو سنه هي حسد، شو متحسد يعني بالامعاء ما راح تتحرك بصوره صحيحه، ليش؟ لانه ممكن طبعا التقاعد، يمكن احنا كبرنا وصار يعني عندنا كذا بالبيت تشتغل او بناتنا كبرنا هم يشتغلون، حتى الرياجي بعد ما يطلعون من التقاعد في السن عندهم حسد بالامعاء، بس لما العقل بطن بتطلع مالته 10 ايام 4 ايام 5 ايام، شلون راح يسبب عندهم كذا نوع من يعني يتعصبون نفسيتهم تتعب راح يكون كل واحد عنده صداع راح يكون يعني هذا يعني من الصبح احاول اشرب اربع كاسات من الشاي كل ما يروح يطلع لي بارد كلش كل الضروري انه هناك الفواكه والخضره وهي طازه يعني فريش يعني البهارات طبيعيه مو بايته او تعبانه واحاول دائما الخس وغيره من الخضروات كل شيء اخضر عن الاكل وحيحه وكذا ضروري كلش انه اني اتحكم الرياجل يجوز يطلعون على المقاهي يقعدون بس احنا كنساء في البيت ما نقدر، فابو ما تحرك ولا وجبه الاكل، فت 50 حركه نبيها، هو تعب الحديقه، اساعد الجنه او بنتي بالبيت،